وبأول محطاتنا الصباحية نور رح نروح فيها لتاريخ الجغرافيا السورية ونحكي فيها عن أهم المعالم الأثرية في سوريا. ضيفنا طبعا لليوم هو الباحث والدليل السياحي عبد الرزاق الحمصي. صباحك. صباح الخير. أهلا وسهلا فيك. صباح الخير والمحبة والسلام لهالبلد إن شاء الله. يسعد صباحك. خلينا دايما معك بنغوص برحلة مع التاريخ السوري. خلينا نحكي لما نقول سوريا وتاريخ، مو فقط يمكن تاريخ مكتوب بالكتب، نحن عم نحكي عن آثار موجودة بيناتنا، حضارات مرت على سوريا جدا مهمة. خلينا نحكي عن تاريخ سوريا القديم بعدين بنمر بتاريخ سوريا المعاصر، نحكي عن أهم المحطات التاريخية بسوريا. كنت عم تحكي على كانون الأول. صحيح. أنا كانون الأول بيذكرني بشيء مهم جداً صار بحلب مثل هالأيام. في 2016 كان الجيش العربي السوري عم يقود أهم وآخر المعارك بتحرير حلب، حتى تم تحريرها تقريباً ب 21/12. صحيح، هذا الشهر هو ذكرى. كان مثل هالوقت عم يقود معارك مهمة. تحرير حلب هو معركة كانت استراتيجية، لذلك تحية لحلب وهالحلب. حلب بلد أم المعارك وأم الصمود وأم الحضارات وأم القدود والطرب والأكلات الطيبة. والأكلات الطيبة همك، هي أهم شيء. أهم شيء. أهم شيء أكلات طيبة وهن طيبين. أكيد. اليوم أما عن تاريخ سوريا وحضارة سوريا، هلأ اليوم كنت بدي أحكي إنه المعركة اللي على سوريا هي جزء كبير منها، هي معركة مركبة، معركة عسكرية اقتصادية ثقافية. الثقافية ما بيحكوا فيها كثير، كان في هجمة ثقافية على تاريخنا وتراثنا، تدمير آثارنا وتشويه تاريخنا. هلأ تشويه تاريخ شرق المتوسط، فلسطين وسوريا والمنطقة هاي، بدأ من 150 سنة مع بداية الحركة الصهيونية. بس اشتدت على سوريا الهجمة الثقافية وتدمير الآثار مع هالحرب هاي. يعني دمروا آثار، تدمر جزء كبير، ودمروا أسواق التراثية المهمة بحلب، ودمروا جوامع وكنائس بحمص. يعني صحيح. هذا كانت شيء ممنهج. بس المؤسف أكثر كان في أصوات عم تشوه تاريخ سوريا، هي من سوريا وبرات سوريا، في منهم عن قصد وفي منهم عن غير قصد. بس هذا مؤسف جدا. أنا وقت قلت بالإخبارية كذا مرة، قلت تاريخنا ما له أتراك وتورات. زعلوا بعض الناس مني. أنا كمسلم بأمن بكل الأديان الإبراهيمية طبعاً، المسيحية والإسلام واليهودية. اليهودية طبعاً مو صهيونية، اليهودية هي جزء من قيمنا الروحية وثقافتنا. لذلك أنا وقت قلت تاريخنا ما له أتراك وتورات ما عم هاجم أي أديان. تاريخنا هو إبلة ماري وأوغاريت. تاريخنا هو أول برلمان بإبلة وأول مدرسة وأول مكتبة. تاريخنا هو أول ملعب من 3600 سنة. عم نحكي عن رياضة، هلأ ما حدا عم يجيب سيرته. أقدم ملعب وأول ألعاب رياضية منظمة ب 1600 قبل الميلاد صارت بسوريا. علماء اليونان اعترفوا في هذا الملعب، وهون نحن ما بيقولوا عنه، ما اعترفوا فيه. يعني هون كمان بتطلع أصوات حتى من أساتذة التاريخ بيحكوا إسرائيليات وبينسبوا كل شيء إلنا حضارتنا لغيرنا. نحتى أرشيف إبلة وماري وأوغاريت والوثائق السريانية والآرامية، هي لازم نعتمدها. وثائق سورية مو خرافات وأساطير. يعني شيء مؤسف جدا كتير. هاي عم أحكي الحرب الثقافية اللي رافقت الحرب الإرهابية والعسكرية والاقتصادية. نحكي على شيء اللي خربوا بسوريا. يعني فاتوا على تدمر، كسروا الآثار، أهم منحوتات بالعالم بتدمر كسروها وشفتوهم أنتم. أكيد طبعاً فترة كسروا ماضي. وفاتوا على حلب، في سوق التراثي بحلب طوله 10 كيلو متر، يعني أقدم مول وأجمل مول بالعالم. كان في تدمير ممنهج مقصود. يعني هنن على فكرة اللي دمروا هنن أغبياء، بس اللي وراهم مو أغبياء. لذلك هذا عم احكي على التدمير هذا الثقافي والحرب الثقافيه المقرفه. جامع خالد بن الوليد، كنيسه ام الزنار بحمص. صحيح. يعني كثير كان الزنار الموجود بالكنيسه وقتها. هلا كثير سرقوا مو بس لقيمتهم. هلا تركيا هي سوق للاثار
بس هي انه خساره كثير دمر واثار. معبد بيل هو هذا من اجمل معابد العالم. في شغله كثير كثير مهمه الاعلام ما بيسلط عليها. عفرين، عفرين مدينه اراميه رائعه، في اجمل اثار الكون، حكيت عن نصابه حتى الحمله المارونيه طلعت منها. في معبد ارامي الوحيد بالعالم مكامل، معبد عين دارا، قصفوا الطيران التركي 3 مرات، ما له موقع عسكري. هذا تدمير ممنهج لحضاره سوريا. الحضاره الاراميه هي حضاره المرحله الذهبيه بالعصر بتاريخ سوريا، هي الالف الاول قبل الميلاد. للاسف هذا من اجمل المعابد، معبد سوري ارامي دمروه. هذا كلياته كان تدمير حرب ثقافيه. حتى اتمادوا اكثر. نحن التراث المادي، عم نحكي عن التراث المادي، في تراث لا مادي كمان. المطبخ السوري عم يسبوه لغيرنا، مطبخ امي وامك. هلا بتفوتي لمطعم بتلاقي عم يسبوه لغيرنا، هذا مطبخنا. نحن المطبخ السوري عمره 5000 سنه متنوع. يعني نحن المطبخ السوري منتج سياحي رائع، كنا يعني اجمل ما شيء عم اقدمه. دائما انت بتحبي اني احكي عن المطبخ السوري. ودائما شفنا نجاح السوريين خارج سوريا بالمطاعم والاكلات الشاميه، بكل شيء نجحوا، بكل شيء نجحوا. نحن السوري حامل رسائل حضاريه وروحيه للعالم كلياتها. يعني نحن عم يتكالبوا علينا، نحن ما اذينا حدا، الكل عم ياذينا. نحن وقت كان يضطهد العالم كله يضطهدوا ببلادهم كجوا يلجأوا إلنا. صحيح. نحن حملنا رسائل، عمرنا العالم رسائل، حملنا الحرف، حملنا الحضارة، حملنا التعليم للدنيا كلها. يعني ما بنستاهل الشيء عم يصير فيها، والسوري ما بيستاهل الشيء اللي عم يساوي فيه. أكيد. كونك ذكرت الآثار اللي تخربت اللي سرقت، خلينا هيك نضوي أكثر على أهم المناطق اللي تم إعادة تأهيلها ضمن سوريا. هذا كثير مهم، كثير مهم. الإعجاز، نحن سوريا تعرضت لاعتداءات كثير، كان خلال 5 سنوات 10 سنوات ترجع تتعمر. وهلا انا بجيب نموذج دائما حلب، لانه كثير بحلب بسرعه هائله عم تتعمر، خاصه السوق المدينه، هذا السوق القديم يلي عمره 800 سنه كثير بسرعه. هلا اكثر من خمس مقاطع صارت مرممه 100%. الحمد لله قلعه حلب ما قدروا الارهابيين يفوتوا، لازم كان في هيك بعض التدمير خارج على الدرج على الجسر، وكله كمان صار جاهز. حلب 100%. يعني في ناس بقلب حلب هن عندهم قوة إرادة فظيعة، سرعة بتعمير، لا في محلات لحالهم الناس عم يعمروا. في كان تشاركية من في ساحة الحطب، ساحة الحطب بحي جديدة، هدول فيها كنائس وفيها جوامع، كل الكنائس ترممت وفي جامع عم يترمم تقريبا خلص. حتى الساحة المشهورة هي اللي كانت أجمل ساحة بأجمل حي، أنا كنت آخر الجولة آخذهم على جديدة ساحة الحطب، نعمل هيك سناك صغير لهم ونجتموا بقية السياح ويتناقشوا، كانت ساحة كثير حلوة. هلا الساحة كساحة رمموها، بس في بيوت وفي فنادق تراثية ومطاعم كانت مدمرة عم يشتغلوا فيها، بس الكنائس كلها ترممت، وفي جامع ترمم يعني، وبلشت معالمها تظهر. كنيسة أم الزنار بحمص ترممت، جامع خالد بن الوليد كان تقريبا 50% مدمر وترمم بالكامل، صفيان الساحة الخارجية عم يرمموها هلا. وفي شيء حلو كمان بجامع خالد بن الوليد، يلي رمم جامع خالد بن الوليد مؤسسه تابعه للجيش العربي السوري، هي اللي رممت وعم تستمر بالترميم. الترميم بتدمر، بدا ترميم قوس النصر الحمد لله، يعني عم يشتغلوا فيه. هلا شوفوا اعاده الترميم هو اصعب للعمار. هذا الحين بدي اسالك عنه، لما اعاده تاهيل المناطق الموضوع عم نحكي عن عمار اسهل، لما اعاده تاهيل المناطق الاثريه هون الاصعب. مثل ما كان صحيح يعني، اما المناطق الاثريه المحاوله على حفاظ يمكن مثل ما قلنا قيمتها الاثريه وصورتها الاساسيه، قد ايه صعب هون وكثير في مسؤوليه لما يتم عمليه اعاده ترميم المناطق الاثريه اللي تم استهدافها من قبل الارهاب. هلا بسؤالك كثير حلو، لانه بحلب كل شيء أعيد مثل ما كان تماما، يعني في قواعد للترميم الأثري. صحيح. بحلب في تضافر كتير جهود مع بعض، في شركات مؤسسات أهلية وحكومية كلهم تضافروا، وأهل حلب قدروا أهل حلب قدروا يرجعوا صحيح. ومع حفاظ 100% على القيمة التراثية للسوق. يعني ما تشوه شيء نهائيا، بالعكس حتى اللي كان في تجاوزات او اشغالات ازيلت. يعني هلا فرصه انه يرجع. انا بيتهيأ لي انه سوق حلب خلال سنتين 100% حيكون مرمم، رغم انه كان تدميره شامل. صحيح. إيه.
طبعا نحن هي انا وقت كنت درس اداره مواقع تراثيه من ضمن الماده تبعي هو الترميم. يعني انا عم شوف ملاحظات على الترميم جيده جدا، رغم الظروف ورغم الاسى ورغم الالم كلياته في ناس عم تشتغل صحيح وبامكانيات بسيطه. هلا في برا بيحكوا انه سوريا للاسف يعني اليو ان الامم المتحده اليونسكو شوفوا بيحكي اكثر ما بيفعل، لذلك نحن حنعتمد على نفسنا حنعتمد على نفسنا بعد الترميم. للاسف بعض المنظمات الدوليه هي شريك، لانه كانت شريك يعني مثل اليونسكو وقت كانت تحكي على تدمر كانت تساوي بين الارهاب والجيش العربي. صحيح صحيح، يعني تقول الطرفين يعني كذا كان مؤسف، مع انه نحن هي المواقع مسجله بلائحه التراث العالمي. هلا ما بكفي التسجيل لحتى تأمن، لازم اللي وقت سجلناها بلائحه التراث العالمي كان لازم هي المؤسسات العالميه تقدم حمايه. على المقل كانت تنتقد الشيء اللي عم يصير، هي ما عم تنتقد الشيء اللي عم يصير. في لسه معني وقت لحتى في كثير يعني طبعا. هلا سوريا رغم كل هالشيء انتم كنتوا تحت الهواء عم تحكوا على اوجاعنا. الوضع مؤلم جدا جدا وصعب. يعني ما حانكر، هلا دائما بيقولوا لي انت بتحكي بتفاؤلك، منين هذا الشيء؟ نحن عم نموت 100 موته وانت لسه بتحكي لنا تاريخ تاريخ، التاريخ مهم، التاريخ نحن لو كنا بنعرف تاريخنا المشرف والحقيقي بيعتمد على وثائق سوري كنا ما اذينا البلد. لانه اللي بيعرف تاريخه الحقيقي بيكون عنده انتماء قوي. رغم الوقت الصعب نحن ما حنستسلم وما حنرمي السلاح لحتى تمام النصر على المحتل وعلى الارهابي وعلى الفاسد. وانا بتمنى ما حدا يلمع الفاسد بهالوقت، خصوصا بهذا الظرف. بالحد الادنى يلي الفاسد اللي عم يدعي انه مدعوم، بالحد الادنى ما نحط له لايك على وسائل التكاذب الاجتماعي. يعني ما بكون عم نساهم فيه نحن هذا. وبرد بقول يعني ما في اجمل من سوريا. سوريا 10,000 موقع، في 10 طريق الحرير المشهور اللي بتتباهى فيه بعض الدول، اهم محطات لطريق الحرير كانت بسوريا. دورة أوروبوس، الرصافة، تدمر، دمشق، حلب، طرطوس. طرطوس على فكرة كانت بطريق كمان الحرير من 2000 سنة قبل الميلاد لهلا. يعني 10 مواقع، 10,000 سنة حضارة، أول زراعة منظمة، أول أنظمة ري. الحضارة سوريا مو مهد الحضارة، الحضارة خلقت هون. وسوريا حتضل باقية، حتضل منتصرة إن شاء الله. مين شاء ما شاء وأمام بقى. رغم كل هالشي، وهلا كنت عم قلكم قبل شو اسمه شحني ما خلص وحضل متفائل ان شاء الله، حضل متفائل. هاي جمله بيقولوا لي لك شو بك انت لسه حلو، حضل متفائل. ونحن كلياتنا عم نعاني بس حنضل متفائلين وحننتصر. هو لولا فسحه الامل ما اضيق، يعني لولا الامل اللي عندنا ما اضيق فسحه العيش، لولا الامل يمكن طبعاً ما عندنا هيدا طبعا. خصوصا هلا يعني نحن الكل اليوم عم حاملين الامل على بكره، يعني عم اطلع مع سياح اجانب هلا عم يطلعوا عم يجوا لسوريا، يعني عم يستغربوا بيقولوا لي سوريا ستيل ستاندك، يعني لساتوا قائمين. وعم يقولوا لي سوريا لسه حلوه. هلا رغم التدمير لسه في جمال كثير بتدمر، ولسه في جمال كثير بحلب وبدمشق. دمشق القديمه كنز، افتحي اي باب بدمشق القديمه بتلاقي جنه جوا. صحيح. واهلها عم على فكره كمان دمشق تعرضت، محي باب توما ومحيطه تعرض ل 3000 قذيفه. صحيح. روحي بتشوفي اي تدمير، كان وقت تنزل قذيفه على بيت خلال اسابيع يكون البيت مرمم. اراده. ونحن مستمرين. وعلى فكره في اجمل شيء ضل جميل بحلو هو اهل سوريا. انتوا جيلكم، جيل الشباب وجيل الاطفال يلي عم يبدي. لأنه ما بدي اكرر قصه شام البكور، بس هي عطت شيء كثير حلو. تحافظ، عطت حافز. نحن برغم كل هالظروف اللي عم نمر فيها. وجيل الشباب امكانياته كثير كبيره حلوه. صحيح. ظروفه صعبه، بس صدقوني الظروف رح تتغير، لانه ما رأى اصعب من هيك على سوريا وتغيرت. قلنا لكم من 1401 ل 1410 10 سنين ذبح وقتل، مغول اجوا وقطعوا 80% من رؤوس رجال دمشق وخربوا وحرقوا الحرفيين حول الجامع. بعد 5 سنين رجعت تعمرت دمشق. بدايه القرن الماضي كمان في كثير صار كوارث بسوريا. السفر بر، الناس ما كانت تلاقي تاكل. يعني سوري لهالجمله كانوا يدوروا على روس الحيوانات ياكلوه. كان الطنبر يجي من الغوطه يلم
دق على الباب قال لهم في حدا ميت من الجوع حطوه بالطنبور مشان يدفنوه، بعدين اجى جراد وزلزال بس طلعت وقطعت الظروف. صحيح. اجت فرنسا قالت سوريا منهاره، يلا هي وقت مناسب لنحتل سوريا. كوكبه من رجالات سوريا طلعوا جابها، هو عارفانين حالهم ما حينتصروا على فرنسا، بس قالوا حتى حنهزمكم، وفعلا هي كانت بدايه معركه هزيمه فرنسا. الحكي كثير بس، وانا كمان هلا انا باهلي بسويدا خلصنا خلص وقتنا نروح لموجز لاخر تحيه محبه لاهلنا بسويدا، وبقول لهم ما في مبرر لنخرب اي شيء بالوطن. بيان هيك اشياء كثير حلوه بسوريا لازم نحافظ عليها. طبعا هي اللي قلت سوريا بعد في اشياء حلوه كلنا لازم بعدنا نحافظ عليها، كل المواطنين كل ابناء البلد والمسؤولين مثل ما قلت قد ما فيهم لازم يشتغلوا، جميع القطاعات جميع المؤسسات جميع الوزارات، والفاسد مثل ما قلت لازم يتحاسب. حاجه أكيد نور، تمنياتنا بالسلامة والخير لأهالينا بسويدا، واليوم الظروف على الجميع، بنتحمل شوي ونتحمل بعض. شكرا لك أستاذ لحضورك، يسعد صباحك. صباحكم حلو إن شاء الله.